لنقاش ملف الفساد في العراق تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فالح الكبيسي. أهلا بك دكتورة. أهلا بك. دكتورة، كيف يفسر تصدر العراق لقائمة الدول الأكثر فسادا في العالم؟ نعم، مساء الخير عليكم. بالحقيقة بالرجوع إلى تقريركم وما ورد فيه بالفساد الاقتصادي للعراق وكذلك بكونه بيئة طاردة للاستثمار، قد نستطيع أن نجمع كل هذا تحت متغيرين أساسيين. نعم. المتغير الأول ألا وهو الاستقرار السياسي، والمتغير الثاني هو الأمان. هذين المتغيرين في آخر إحصائية دولية ظهرت قبل شهر حقق العراق فيها 0/10 في الأمان وفي الاستقرار السياسي، وبالتالي هذين المتغيرين عليهما يستند الاستثمار. يعني طبعا سيكون هنالك عامل طارد للاستثمارات، وطبعا ايضا مثل ما ذكرتم في تقريركم ان العراق يعني يتخذ مرتبه او اتخذ مرتبه متاخره جدا في جدول الدول الطارده للاستثمارات او حسب تسلسله في الاستثمارات. نعم. هذا من جانب. من جانب اخر، نحن نعلم ان هنالك فساد اقتصادي كبير جدا في العراق، هذا وين ايضا انعكس على الاجازات الاستثماريه الوهميه. تشير المصادر الى انه 100 مليار دولار اجازات استثماريه وهميه، وبالتالي ما بين عدم وجود استقرار سياسي وعدم وجود امان وهذا الكم الهائل من الفساد اللي يصل الى 100 مليار دولار اجازات استثماريه وهميه، كل هذا ينصب اضافه الى ما ذكرتموه في تقريركم. نعم. القوانين والتعليمات الغير مطبقه، البيروقراطيه، كل هذه العوامل هي اكيد تكون عامل طارد للاستثمار، وبالتالي تكون العراق بيئه غير مؤاتيه للاستثمار في الوقت الحالي لطالما لا يوجد استقرار سياسي ولا وجود للامان. نعم. بالعودة إلى الفساد، لأي مدى توجد أرضية سياسية مهيئة لانتشار هذا الفساد وبالتالي طرد الاستثمار؟ نعم، أكيد أيضا الفساد حقق أرقام جدا كبيرة، يعني يشار إلى أن حجم الفساد الحالي يصل إلى 1000 مليار دولار، ما بين 200 مليار دولار هدر موازنات سنوية إلى 100 مليار كما ذكرت، 100 مليار دولار إجازات استثمار وهمية. نعم. إضافة إلى تضييع 100 مليار دولار في المناصب الحدودية، 100 مليار أخرى قيمة العقارات المستولى عليها الدولة، إضافة إلى هذه كلها مجموعة 500 مليار دولار، وإحنا ذكرنا 1000 مليار دولار، ال 500 مليار دولار الباقية هي تحصيل في كل القطاعات، الصناعة والزراعة والقطاع التعليمي وانهيار البنى التحتية، كل هذه هي تساوي 500 مليار دولار. نحن نعلم أن حتى يتحقق الاستثمار وبالتالي حتى تتسهل الأمور يجب أن يكون هنالك بنى تحتية متطورة. هذا إذا ما علمنا أنه آخر أرقام حديثة حقق العراق في البنى التحتية 0/10، فبالتالي هي مجموعة عوامل تتكون ما بين مادية وما بين بنى وهياكل تحتية ارتكازية، كل هذه العوامل هي صبت في انهيار مفهوم الاستثمار في العراق وطرد الاستثمارات. كيف تقيمين دور الأجهزة الرقابية للحد من الفساد في العراق؟ نعم، إلى حد الآن بالتأكيد أجهزة الرقابة لم يكن لها دور ذات الدور الفعال، يعني كان لها نعم هنالك مراكز عليا لمكافحة الفساد إلى آخره، ولكنها إلى الآن لم تشرع قوانين بشكل صحيح أو حتى ولو شرعت لم يتم تفعيلها، وبالتالي على هذا الأساس استشرى الفساد وأصبح يعني أرقام كما ذكرتم أرقامها كلها فلكية لا يمكن السيطرة عليها. كل هذا جرى على انه سيكون تاثيره واضح على الاستقرار الاقتصادي، هذه العوامل كلها برأسها، فبالتالي حقق الاستقرار الاقتصادي 0/10. نعم.
إلى أي مدى يؤثر توغل الميليشيات في المشاريع الاقتصادية وإسناد هذه المشاريع لقيادات ومكاتب اقتصادية تابعة للميليشيات؟ إلى أي مدى يؤثر في انتشار الفساد وترسيخه في الدولة العراقية؟ نعم، أيضا هذه مشكلة أخرى هي الجهات السلطوية والفئوية الحزبية، نعم، المسيطرة على مجمل العملية خلينا نقول الاقتصادية والسياسية، وبالتالي لديها مفاتيح الدخول. دكتور أخداب، أكيد بالتأكيد راح تكون النتيجة تراجع كامل في كل فعالية العمليات الاقتصادية في العراق. كان العراق قد تلقى تحذيرات من صندوق النقد الدولي عن عجز متوقع في موازنة عام 2020، ما مدى توقعك لدخول العراق في أزمة اقتصادية وشيكة في السنوات المقبلة؟ نعم صحيح، لأنه يعني هذا مستند كان صندوق النقد الدولي خاطب الدولة العراقية بالشكل التالي، أشار إلهم أن الإنفاق الحكومي بلغ 52.8%، وبالتالي 52% اللي أو خلينا نقول تقريبا 53% إنفاق حكومي. أشار صندوق النقد الدولي إلى يجب أن يعمل العراق على تخفيض الإنفاق الحكومي، لأن هذه نصف الميزانية أكثر من نصفها تذهب إلى إنفاق حكومي غير معلوم في بعض الأحيان، كلها لو رواتب أو أجور أو أشياء أخرى، يعني اشياء غير يعني في مجال البناء والى اخره، وبالتالي سوف يكون تاثير هذا واضح. وايضا انتم ذكرتم في تقريركم ان الموازنه يعني احنا كان الرقم بين 70 مليار احتمال 70 مليار دولار في عام 2020، ارتفع الى 72 مليار دولار العجز في 2020 للموازنه القادمه، لأن هذا كله يشتمل على زيادة الإنفاق الحكومي، ولذلك صندوق النقد الدولي حذر العراق من أن يعمل يجد تخفيض هذا الإنفاق الحكومي يستطيع أن ينهض باقتصاده وبالتالي يحقق نوعا من الاستقرار. الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هداب الكبيسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.